يا ملف مستشوي يا كمال مهوي، أهلا بك كمال مجددا. ما هو الجديد عندك، وما هي الأجواء فعاليات انطلاق الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب؟ نعم زميلي عمر، تحية لك ولكل المشاهدين. انطلاق النصف الثاني من الاحتفالات ومن حفل الافتتاح هنا بملعب 5 جويلية بحضور السلك الدبلوماسي، بحضور الوفود المشاركة وأيضا العائلات الجزائرية والجماهير التي أبت إلا أن تشارك في حفل الافتتاح الألعاب الإفريقية لشباب في طبعتها الثالثة. طبعا منذ لحظات قليلة انطلق أول عرض بعنوان شمس إفريقيا، والذي يروي علاقة الجزائر بإفريقيا منذ سنوات طويلة، وكيف كانت الجزائر دائما سباقة لخلق السلم بين البلدان الإفريقية وتاريخها الحافل ودورها الفعال والأساسي في لم الشمل وأيضا السلم في كل إفريقيا. كما تشاهد هي هكذا الأجواء بملعب 5 جويلية الذي كان شاهدا على افتتاح الألعاب الإفريقية الثالثة، على التنظيم الجيد، على التنظيم المحكم باعتراف كل الوفود المشاركة هنا حاضرة بملعب 5 جويلية. أجواء كبيرة تعيشها اليوم الجزائر، يعيشها اليوم الجزائر العاصمة وكل من أتى إلى ملعب 5 جويلية. لا بأس أن نترككم تستمتعون بها مع هذه الصور مع المصور عبد الرحمن طالب أحمد عبد الرحمن. نترككم مع هذه الصور زميلي عمر. الكرام، هذه الصور الجميلة التي نتابعها مباشرة من ملعب 5 جويلية وحفل افتتاح الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب بحضور 54 دولة، حوالي 3000 مشارك في هذه الطبعة، العديد من الشخصيات الرياضية كما قلت حضرت مراسيم حفل الافتتاح، بالإضافة إلى الوزير الأول أحمد ويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، وعديد من الوزراء والأوجه الوجوه الرياضية، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زوتشي. إذن أجواء جميلة نتابعها، ونترككم مشاهدينا الكرام مع حفل الافتتاح.